عامه الوركرز في الجامعه انا بحس ان هم انا بحبهم اكتر ناس في الجامعه كلهم بقى الامن وسالم والجماعه بتوعه بحبهم جدا والناس اللي بيساعدونا في النظافه السواقين بتوع الباص ساعات بيرخموا علينا شويه بس والله برضو طيبين قوي كلهم بجد جدعين جدا يعني استحاله اطلب من حد وهو قادر يعمل الحاجه دي مش هيعملها يعني كلهم بيعملوها متعاونين معنا جدا يعني ربنا يخليهم لينا يا رب دايما بقول لسالم كده ربنا يخليك لينا يا رب في الجامعه بس ميرسي محمد عبد التواب بدايه بريزيدنت في ليمبي وعم سعد بس ليمبي هو اكتر واحد معلق معايا انا فور داش فمن زمان في الجامعه يعني فليمبي من اول يوم دخلت في الجامعه وبيقول لي ان هو كل سنه بيخلف لغايه ما وصل ان هو بقى عنده 13 عيل وكل ما يشوفني يقول لي انا جبت ال 14 انا جبت ال 15 اقول له طب اسمهم ايه طيب يقول لي والله العظيم ما فاكر اقول له يا عم ليمبي يقول لي لا هو ما تقول له كلمه مجدي هتلاقيه بقى برضو ايه هتلاقي مجدي يقعد يعمل لك كده وطبعا اهلاوي وسعد وكان في برضو عم عنتر محمد عنتر السواق ده كان معسكر تبع فريق كوره بتاع الجامعه الراجل ده تعبنا قوي معانا الساعه 6 الصبح كان بيجي لنا الساعه 4 قبل الفطار كنا في رمضان كان بيجي لنا شالنا بصراحه يعني وربنا يكرمه ربنا يكرمهم كلهم يعني تعبانين معانا طول السنه شكرا بسم الله عامل ايه انت اسمك ايه انت اسمك ايه انا اسمي محمد مجدي محمد مجدي انا حسام اهلا بيك يا استاذ حسام العمال مع العمال هنا ايه رايك فيهم والله العمال هنا تعبانين معانا في حد عاملين مجهود في حد في واحد اعرفه سواق باص كان بيركب بيسوق الباص بتاعي كان باص رقم 11 تقريبا بتاع مرغني اسمه عم ربيع الراجل ده والله كان راجل كباره زي ما بيقولوا لا كان بيظبطنا يعني ايش يعني مثلا انا ببقى في يوم متاخر يستناني بتاع يستنى الناس هنا يطلبوه يقوم جاي لهم مخصوص كده فهم بيعملوا مجهود يعني لا 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 كويسين يعني محترمين بصراحه انا اسمي محمد عاطف سي ال سي فايس هيد كنت بس حابب بس اوجه شكر لكل العاملين في الجامعه من هاوس كيبنج لعمال او مسواقين اللي هم فعلا من اكتر الناس اللي بيتعبوا فعلا في الجامعه مثلا زي السواقين مثلا اجازاتهم قليله جدا ممكن بيديروا طول الاسبوع العاملين برده بيشتغلوا ساعات متاخره بالليل وفي برده عايز حاجه برده ان هو العاملين هنا في الجامعه يعني على قدر من الامانه كبير جدا يعني لو حد مثلا ضاع منه حاجه او كده ممكن بيلاقيها على طول يعني لو غير ممكن اماكن ثانيه فانا بس احب اشكرهم واقول لهم ربنا يقويكم ان شاء الله في اللي بتعملوه شكرا هو انا تعاملي كله يعني ما تعاملتش مع السكيورتي كده بس كل تعاملي مع السواقين هم ما شاء الله هم كويسين جدا ويعني حتى لو في يوم نسيت الايديا وكده بيقدروا الموقف يعني وبيخلوني اركب ويعني اسلوبهم كويس معانا وكده يعني they're nice كذا اكسبيرينس كويسه قوي مع الوركرز هنا السكيورتي طبعا كان في ناس كتير جدا لما كنا اصلا بريزنت في اي واي بي بقى وفي الابروفرز ونبقى مثلا محتاجين ان احنا حد يسبورت ان احنا عندنا بي 1 عايزين نعمل فيها ايفنت او حاجات في الكلاسز او كده كانوا دايما بيبقوا هيلفل جدا ده بالنسبه للسكيورتي الدرايفرز برضو هنا كانوا دايما بيبقوا مثلا انا عارفه ان احنا ساعات كنا بنعذبهم ننزلهم مثلا بالليل او يوم جمعه لما يكون مثلا عندنا ايفنت او حاجه يبقى يوم اجازتهم كانوا بينزلوا معانا عمرهم ما حسوا ان هم متضايقين مثلا هم نازلين او اي حاجه بالعكس كانوا بيبقى يعني سبورتيف جدا بيبقوا مبسوطين قوي هم معانا وحاسين ان هم بيشاركوا في الايفنت الحلو اللي احنا بنعمله فدي كانت حاجات حلوه يعني كنت بحسها وانا هنا مع الباص درايفرز اكتر مني والسكيورتي عمرو طارق بدايه ديجيتال ميديا انجينيرنج لاست يير والله انا بحب اشكر كل الناس اللي في الجامعه اللي ساعدونا ان احنا نتحمس اكتر لما نلاقيهم هم مش جوه الحدث نفسه وبيشاركوا متحمسين وكده احنا نتحمس اكتر منهم وخصوصا بحب اشكر الناس اللي في المطبخ دلوقتي اللي هم سهرانين يعني بيقعدوا لحد وقت متاخر جدا عشان يحضروا الحاجات اللي بنوديها للناس وهم عارفين مش عارفين حتى هتروح فين في الاخر فربنا يكرمهم يعني وجزيهم خير جدا يعني انا احمد ميديا ممبر اي واي بي عايزين نسالك عن السكيورتي والوركرز اللي بيشتغلوا في الجامعه لا بصراحه انا شايفه ان هم شايفين شغلهم كويس جدا ويعني على طول بشوفهم بيمسكوا ناس حتى جايين واخدين اي دي اصحابهم وبيدخلوا كده وبحس ان هم حافظين كل ستودنتس بجد في الخناقات وفي لا لا يعني بجد لا شايفين شغلهم كويس جدا وعمرهم يعني لو حد برضو يعني من ستودنتس
ناسي الاي دي بتاعه بيشوفوه بيدخل بالاي دي حد تاني، بستغرب جدا هم ازاي بيعرفوه وما بيكلموهوش، لكن لو حد بره الجامعه بيعرفوه، فدي حاجه غريبه يعني بستغرب منها قوي. انا دلوقتي انا عايز اشكر ناس كتير قوي في الجامعه دي تعبناهم معانا طول السنه، الناس دي بجد بهدلت معانا زي سالم وكل الناس اللي معاه، يعني بجد يعني الناس دي يعني سالم انا لو طول يعني كل ما اشوفه ببقى عايز اشيله فوق راسي، يعني شخصيه بجد محترمه فوق الوصف، هو كل الناس اللي معاه. يكفي ان في مره هنا كان عندنا كنا عاملين ستودنت فير، البازار كان معمول هنا في جرين اريا، بعد ما اتعمل وكل الناس حطت ترابيزات وكل حاجه والناس جت حطت البرودكتس بتاعتهم قاعدين، لقينا الهوا وكان الدنيا كانت بهدله والناس حاجات عماله تطير، ما كناش عارفين نعمل اي حاجه، الناس بقى لها 3 ساعات عماله بترص الترابيزات والمفارش وفجاه الهوا عمال بيطير كل حاجه، يعني يعني ما كناش عارفين نعمل اي ايه بالظبط، يعني كلمنا ناس بتوع فراش هيجوا يقفلوا لنا جرين اريا، لقينا ان الدنيا برضو هتبقى مكلفه بزياده. كلمت سالم فجاه لقيت كل الناس اللي معايا موجودين عندي وبيشيلوا الحاجه وبننقلها في اليو اريا هنا عشان ما بين المباني فمش هيبقى فيه هوا، وفعلا خلال بالظبط ربع ساعه كنا منقلين كل حاجه والدنيا اتظبطت الحمد لله. فبجد يعني انا سالم من اكتر الناس اللي بحترمهم هنا في الجامعه وبحبهم، وطبعا مش عايز انسى طبعا كل افراد الامن اللي موجودين في الجامعه، يعني مش عايز اقول اسامي عشان لو قعدت اقول اسامي كتير جدا، يعني بجد اللي اختار افراد الامن في الجامعه كلهم يعني بجد كلهم محترمين فوق الوصف. يعني يكفي مثلا كان برضو من الحاجات اللي اثرت فيا قوي كان واحد منهم كان كسب عمره، يعني ده اللي احالي في فكره ان احنا نعمل ان شاء الله صاحب بعمره، يعني كسب عمره فجاي لقيته جاي بيسلم عليا ومبسوط بيقول لي مصطفى انا كسبت، يعني كسبت في القرعه بتاعه الجامعه وطلع عمره مش عايزني ادعي لك ومش عارف ايه، كنت طاير بالفرحه وهو بيقول لي كده. فدي الفكره ان شاء الله بقى النهارده هيتعمل سحب على عمره، والف شكر على تعبكم معانا يا جماعه في السنه دي وشكرا على مجهوداتكم كلكم.